تطلق محافظة العاصمة فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته الثالثة يوم السبت القادم بالشراكة مع صندوق العمل تمكين والبنك الأهلي المتحد إلى جانب رعاية 25 جهة حكومية وخاصة، إذ يأتي شعار الحدث لهذا العام تحت عنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتناغمة مع الأهداف 17 المندرجة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تشمل فعاليات الحدث 14 وحدة بل 14 ورشة وندوة تستمر أعمالها حتى 2 نوفمبر المقبل، وتستهدف 5000 مشارك من فئة الشباب لأجل تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتأهيل أنفسهم ليكونوا قادرين على خوض مجال ريادة الأعمال. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة مع الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة. معالي الشيخ، بداية نرحب بك، وكيف يرفد هذا الحدث المقبلين من فئة الشباب على إقامة مشاريع ريادية؟ مساكم الله بالخير. لا شك أن أسبوع المنامة لريادة الأعمال هو يستهدف التدريب والتطوير للشباب في مملكة البحرين، ولا شك أن الشباب هم عماد المستقبل، وإحنا حريصين بتقديم هذا البرنامج اللي يمثل تقريبا ما يقارب 30 متحدث من جميع أنحاء العالم اللي سوف يقدمون تجاربهم في مجال ريادة الأعمال. والهدف الأساسي هو إلهام الشباب لتحويل أحلامهم إلى واقع وإلى مشروع. ولا شك أن المشاريع الريادية جدا مهمة، خصوصا أن هي في الحقيقة هي المحرك للاقتصاد الوطني. نعم شيخ، يعني بلا شك المنتدى يحتوي على فعاليات يعني كثيرة، هل لك باختصار أن تطلعنا عليها؟ طبعا احنا يعني لا شك السنة الحمد لله هذه السنة الثالثة نطلق أسبوع المنامة الريادة وحقق نجاحات، والسنة انضمام تمكين كشريك استراتيجي أيضا الأمم المتحدة، وبنركز على قطاعات مختلفة. لا شك يعني القطاعات مركز عليها على سبيل المثال الاستثمار المالي في شركة من الولايات المتحدة K6 Investment تكون متواجدة معنا، وسائل الاتصال الحديثة ICT والتطبيقات الحديثة، وعندنا الرئيس التنفيذي لشركة كلارج اللي هي تقوم بتوصيل الطلبات إلى المنازل. عندنا في مجال الريادة الاجتماعية عندنا أحد الرواد الأستراليات اللي حولت مشروع يعني لدعم الأسر الفقيرة في النيبال، حولته إلى مشروع وتبيع منتجاتهم في أستراليا. أيضا عندنا يعني حظيظين السنة أن شركة تسلا المدير الإقليمي لشركة تسلا اللي هي يعني سيارة متطورة تعتمد على الكهرباء بتكون أيضا إضافة جديدة. عندنا أيضا في مجال التغذية والرود هيلث شركة إنجليزية تقدم وجبات تغذية، وأيضا في وسائل نمط الحياة هناك محاضرين، كله يصب في خلق تنوع من رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لإلهام شبابنا. نعم. في دخول هذا السوق. نعم. شيخ، طبعا بشهادة الكثير محافظة العاصمة لها مبادرات كثيرة ومتنوعة في استهداف فئة الشباب بالمشاريع وأيضا بالبرامج اللي طبعا تعود عليهم بالنفع ليس من العاصمة فقط وإنما من عموم محافظات البحرين، ما هو هدفكم من ذلك شيخ؟ طبعا احنا في محافظة العاصمة أولينا العنصر الشبابي اهتمام كبير لأنهم هم العماد المستقبل، وكثير من أبنائنا اللي يتخرج من الجامعة ساعات نلاقيهم أن يحتاج إلى الدعم والرعاية بحيث أنه يدخل هذا السوق. ولا شك الطلاع على تجارب الغير وكيف أن الإنسان ساعات يفشل كثيرا لكن بينجح في النهاية، وإحنا هذه اللي نحب أن نضع فيهم روح المبادرة. ولا شك أن إحنا علينا بالشباب وقدمنا لهم سواء كان برنامج النخبة اللي يهتم بتدريب الشباب
هو عبارة قاعدة بيانات للمتخرجين وممكن من خلالها توظيفهم في أعمالهم. أيضا عندنا برنامج الباحثين عن العمل، أولينا الشباب اهتمام كبير، وفعلا هم اللي يحتاجون للدعم خصوصا بعد تخرجهم وطموحهم كبير. فإحنا نقدم لهم هالباقة من المشاريع اللي نتمنى تكون تحقق أهدافهم إن شاء الله. إذن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة، محافظ محافظة العاصمة، أمنياتنا لكم بالتوفيق في هذا المنتدى، وشكرا جزيلا لك.